هاي هاي مرحبا كيفكم شباب وصبايا؟ تمام فاين. اجت سيرين اليوم تعطينا التحدي الجديد لهذا الاسبوع، وصراحة لأول مرة ما كنت متوترة. الأسبوع اللي مضى أول شيء للأسف إبراهيم خدرنا، سمر كانت بدائرة الخطر وكل المقاييس والمعايير انقلبت. دائماً في ستيريوتايب إنه الإنسان اللي بيشتغل بالميك اب أو بيشتغل بالأشياء الخاصة بالمرأة هو حدا ما في. يمكن هلأ صاروا يعرفوا شوي شوي إنه لا، مو كل حدا بيحب الاشياء الفيري جيرلي معناتها ما فيه عقل ما بيعرف يشتغل لحاله. اول شيء بحب اقول برافو عليكي مارلين ومبروك، بس ما تفرح كثير، راح يروح منك المركز الاول وراح اخذه انا ان شاء الله. اكيد بدي حارب للمركز الاول، ما انه المركز الثاني ما انه ساتيسفايد، يعني المركز الثاني مثل المركز العاشر بالنسبه لي. اللي كان مفكر حاله هو بالصداره بطل بالصداره. الحلقه الثالثه اخذت المركز السادس وهو 59 نقطه، اكيد انه شيء هذا مرة زعلني مو شوي، لأن توقعت إنه لو بأنزل ما راح أنزل الدرجة هذه. اللي كان مفكر حاله ما راح يكون بدائرة الخطر كان بدائرة الخطر، واللي مفكر إنه كل الوقت فيه ما يعمل ولا مجهود يتكل كتير على غيره ولا ما يتكل على حاله ولا ما يتعلم ما له مكان بهذا البرنامج. أكيد أنا بحب بكل مرة أقدم شيء جديد وأفضل من اللي قدمته بالمرة السابقة. اللي صار معي خلاني كثير فكر بأن أنا بدي أعتمد على حالي، أبداً ما بتراجع لورا خطوة، بالعكس بدي أتقدم خطوات. هالشي مثل دافع دفعني لقدام خطوات مو خطوة. سمر، كنت متوقعة أنك تكون بدائرة الخطر؟ صراحة ما كنت متوقعة، لأنه اشتغلت كثير على الموضوع على المحتوى، يعني كان ورا دراسات انعملت، فما توقعت أبداً يعني يكون هيك، كان شيء كثير غريب يعني. كان تعليقات كثير قاسية، كان في استعمال كلمات يعني ما بتليق فيي، فهيدا جمعة أكيد رح برهن لهم أنه أنا قد التشالنج. فهيدا الشيء عبرة لكلكم أنه ما في حدا معصوم عن الخطأ وما في حدا معقولة ما يطلع بدائرة الخطر أو ما يطلع من البرنامج، فبتكون كتير تنتبهوا على شو عم تعملوا، ما بتكون تستخفوا بالتحديات اللي عم نعطيكم إياهم، وأهم شيء بتكون تنوعوا. جاهزين لتحدي الأسبوع؟ ايه ولا لا؟ ايه يلا. متحمس داري اعرف شنو الموضوع، وبنفس الوقت خايف لا يكون جدا بعيد عن السينما والافلام. واقف قدام سنين وناطرها تقول التحدي، شايفها كانت عم تحرك ايديها كثير وكانت مبسوطه كثير، فهيدا الشيء وترنا نحن انه اوف عن شو راح يكون الموضوع. ساره ومحمود مستعدين؟ التحدي لهذا الاسبوع هو جاهزين للتحدي تبع هذا الأسبوع؟ جاهزين. يوم المرأة العالمي. صراحة أنا كنت عارفة إنه هذا التحدي، لأنه أكيد نحن مقربين على يوم المرأة العالمي، وهذا الموضوع ما حيروح سودا أبداً، لأنه المرأة هي نصف المجتمع. كوني أنا مرأة بقدر أحكي عن جد بكل ثقة، وبهتم بهذا اليوم كتير. مرتاحة لأنه الموضوع كتير حلو وبيعني له. بنات في المسابقة راح يكون لهم الأفضلية، لأنهم بنات طبعاً راح نواجه صعوبة صراحة في الأسبوع هذا إحنا الشباب. فأنا أشوف هذا التحدي من أصعب التحديات اللي مرت، يعني لقد وقع علينا الخبر كالصاعقة. نو نايس. ما بعرف عن شو بدي أعمل، ما بعرف وين بدي أبدأ. كل سنة في ثيم معين بيشتغلوا عليه، أوكي، بهذا النهار اللي هو 8 أدار. هذه السنة هو هاشتاج press for progress، يعني الضغط للتقدم تبع المرأة. فاللي ما بدي شوفه بالفيديوز تبعولكم دراما وانه معنفة وانه ما بعرف شو، بدنا نسلط الضوء على التحفيز، على الانجازات، على رسالة امل، على النجاحات، هذا اللي بدنا نشوفه. بس حتى اخبركم شغلة، طلعت دراسة بتقول انه اذا ماشيين بمثل ما نحن ماشيين بدنا بعد 217 سنة للمرأة تصير متساوية مع الرجال. المرأة ما زال لها 217 باش الحق تكون مساواة كلية بينها وبين الرجل، هذا أمر مؤسف. فنظن باللي الخدمة تاعنا احنا كلنا كإنفلونسرز إن نوصلوا رسالة قد ما نقدروا في هذا الموضوع. بس أنا رح أورجي إن شاء الله بالفيديو تبعي إن المرأة قادرة على كل شيء وإن راسها براس الرجال. أنا أبوي متوفي من أنا عمري 10 سنين، واللي ربوني هي أمي وخواتي الكبار، ويوم 8 مارس دائما أجيب ورد لأمي والخواتي والنساء المهمين اللي بحياتي.
حدا عنده سؤال؟ ايه محمود؟ دلوقتي انا المفروض راجل بتاع كوميديا، هطلع احفز المرأة وانا بتريق عليها ازاي؟ هقول نكتة على المرأة وانا بحفزها ازاي؟ مظبوط، انت كوميديا اوكي، وايه بدك تهزر، بس انه مش ضروري على المرأة، بس فيها تطلع بنتيجة كتير مهمة للمرأة. يعني نحن ما ضروري نحكي عن شخصيات معروفة، فينا نحكي مثلا عن ناس نحن بنعرفهم بحياتنا عاملين شيء وصل ما كان حلو بحياتهم، يعني النساء اكيد فيه يكون هيك شيء، بس ما ننسى نحن شو. اوكي، يعني انت بتغني وبتحكي عن الغنى، ضلك بموضوعك، ما تظهري بمواضيع الدكتوره معلمه مدرسه اذا ما ايش قادره توصلي الرساله، كثير مهمه هيدي. اول شيء بلشوا ريسيرش، ماشي تاني، ما تبلشوا تفكروا لي بجماليات الفيديو بليز. كل مره بلش اتخيل بتصور مع الشجره ولا بتصور على الارض ولا بتصور بالسماء، هدول بيجوا بعدين. اليوم هلا ريسيرش. جاهزين؟ يلا ليتس رول. انا بنفسي احلى شيء عندي الريسيرش، اسوي البحث واتوصل افكار جديده واشوف شغلات انا ما كنت اعرفها. فكره الاسبوع هذا رح تتكلم عن العلماء النساء، لانه في كثير نساء في مجال الفيزيكس يعني حازوا على جوائز نوبل. بما اني مراه هو ترافلز فرايحه نتوجه لهذا الاتجاه. الفكره هذه كانت عندي من الاول ملي وصلت البرنامج، فنظن رح نستعملها، ولكن نشوف مع سيرين وش تقول لي. التحدي الكبير بالنسبه لي هلا ما هو انه فكر بفكرة، هو إنه اختار الفكرة الصحيحة من الأفكار اللي عندي إياها. اسمي سمية مرعي، أنا جيت على لبنان من 5 سنين ب 2013 وأنا مديرة شركة طاقة. بال 2015 بلشت أعمل healthy snacks بالسوق، لأنه شفت إنه في فراغ كتير كبير بأكل الصحي وhealthy snacks. وجود سمية اليوم معنا inspiring بالنسبة لإلي، عندي تقريبا نفس الجولز مثلها. أنا شخصيا بفرح كتير لما أشوف أي مرأة ناجحة بحياتها وعندها إنجازات ونجاحات راسها براس الرجال. أنتوا بتعرفوا ليه أنا موجودة اليوم معكم؟ You started a business and you're successful. النجاح ما بيجي بسهولة، بيجي بعد كتير وقت. هو الحقيقة أنا اللي بسميه نجاح الشخص اللي عنده الطموح ليستمر بشغلته. أنا موجودة هون اليوم لأنه it's International Women's Day March 8th. أوكي، عم بمثل الامرأة. شو حلو حلو هيدا التيتر. شو حلو إنه نلتقى بسيدات يكون عندهم قصة نجاح بحياتهم، بتعطينا أمل إنه الحياة لسه حلوة، في لسه في اشياء ممكن واحد يحققها اذا كان ثابت على الخطى تبعه. انت برايك كحدا اليوم يور ان ذا بزنس ماركت ان لبنان ان ذا ميدل ايست، برايك شو الاشياء اليوم انت بال 2018 مانك متساويه فيهم مع الرجل؟ كل شخص، لو بنت لو رجل لو صبي لو امراه، بتكون برنوا حالكم. سيلف بروفينج It does not discriminate gender. كان في كثير أسئلة عم بيقترح، لأنه هو موضوع بعتقد إنه شيء قريب للقلب، إنه في حدا بعمرهم بلش يشتغل، بعتقد كانوا عندهم هالحشرية يعرفوا أكثر. لما اجتك الفكره you made out a plan، وحده مثلا انه على سبيل المثال I need to save up $100,000 1 2 3 whatever، لما you check them all out رديتي قلتي انه لا خليني وصل لل 200,000، وبعدين لما توصلي لل 200 انا عم بيصير معي هذا الشيء انه يعني يو تشيك وات يو نيد، بس لما توصلي هنيك بتقولي لا خلص، بس لما مثلا وصل للمليون فولوور اي ويل ستارت وات اي وونت تو ستارت، لما قلت انه بس لما وصل لل 100,000. هل الفولورز بيمثل قد ايه اشخاص بيشتروا من البرودويم؟ نو لانه انا نفس الشيء، يعني انا ببيع اكثر بكثير كالانستغرام اكونت تبعولي، اما الفيسبوك وحق اللايكس صاروا كثير غاليين. I love social media for what it has done to small and medium enterprises، بس مستحيل اجي ادفع $1,000 لحدا يحط لي صوره لانه عنده 150,000، لانه هيدا ما له معنى بالنسبه لي. كان ودي اقولها شيء واحد، انت لي شخصيه قويه، بقول لهم للكانديديت بالتوفيق، وان شاء الله انه بيحطوا معنا للشغل اللي عم بيعملوا خاصه بالسوشيال ميديا.
مرحبا، أنا اسمي مجد شدياء، أنا شاعر ومؤسس لمجموعة شعراء اسمها البويتري بوت، وبنفس الوقت أنا مدرب إلقاء. فاليوم حناخد شوي من الأشياء اللي بنعملهم بالشعر وشوي من الأشياء اللي بندربهم بالإلقاء لنقدر نحن نطلع بنحن كيف بنلقي قدام عالم أو كيف نحكي قدام حضور. اليوم بدنا نحاول أكتر ما فينا نتقرب على شخصنا، نحن من شو معمولين ونحن من شو قادرين نعطي. أنا بيهمني أحضر هيك صفوف كتير لحتى أطور حالي من جوا ولحتى أقدم شيء أحسن للعالم اللي عم تحضرني. بدي أطلب منكم إنه توقفوا وتعملوا دايرة بس الكتف على الكتف، كونوا حريصين إنه كتف على الكتف لأنه كتير عايزين إنه نحن نلقى بعض. بدنا نحاول نطلع طاقة المجموعة لنعرف إنه إذا فينا نطلع طاقة المجموعة، بدنا نعرف إذا فينا نتكل على المجموعة. حنحط كل طاقتنا على الشمال، بس بدكم تحرصوا انه ما نزيح اجرينا باي شكل كان. بدي وقعنا؟ اذا وقعنا هيدا حق على الفريق. هلا حنحط شوي تقل، ما لازم حدا يكون اقوى من حدا، لازم الكل يكون بنفس القوية. واحد اثنين ثلاثة، شوي شوي بس خليكم هيك، شوي تانية، واحد اثنين ثلاثة، بس بس بعد شوي بعد شوي بعد شوي بعد شوي بس. برافو يا جماعة، أول شيء زاد 100%. شفتوا إنه أنتوا قادرين تعملوا هالشيء؟ هذا الإكسسيز بنعمله بس لنعزز المجموعة، لأنه لهن ليبرعوا كأشخاص لازم يبرعوا كمجموعة أولاً، ولازم المجموعة كلها تدعم بعضها. بدي منكم تحطوا ظهركم على ظهر الشخص اللي وراكم. For the last time حنحاول نطلع الطاقة اللي فينا كرمال نبخها على المجموعة، كرمال نقدر نعمل سيشن مهمة. على ثلاثة حناخد نفس كلنا، نفس من منخارنا، وبعدين حنطلع الطاقة منا بالصوت اللي عم نعمله. بدنا نحاول قد ما فينا نتذكر شخصنا، نتذكر نحن شو قادرين نعمل ونحن ليش نحن هون. الكل جاهز؟ ريدي؟ اوكي، واحد اثنين ثلاثة، نفس عميق. فيكم تاخذوا محلاتكم. مع الاكسرسايز اللي اعطانا اياهم بعدني الضغط النفسي، بعد القلق، بعد الستريس، حسيت كثير براحه وصرت متفائله اكثر. لحتى نحن نعمل public interaction او نتحاور مع حضور، من تحت هن الاشياء اللي انتم بتعرفون، ما حدا بيعرفون غيركم. لفوق هن الاشياء العالم اللي عم بتشوفها. فانا هلا بس عم بحكي معكم، انا عم فعل هون بس انتم بس عم بتشوفوا هون، وهذا شيء كثير مهم. personality اي شخصكم، انتم من شو معمولين، مهم كتير انه بس تطلعوا تعطوا حيلا حيلا القاء قدام جمهور، انه تعرفوا شو الاشياء من شخصيتكم يلي حابين تفوتوها بهالالقاء، وشو الاشياء يلي بدكم تتركوها على جنب. هون بدكم تنقوا بطريقه كتير 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 مهمه. فوق يلي هن الاسبيريشنز اي الطموحات او الاهداف، شو اهدافكم من هالالقاء. بعدين في عندكم الكونتنت اي المضمون، في عندكم الفوكال برزنتيشن اي شو عم بتقول بصوتك، كيف عم تستعمل صوتك، في عندكم الفيزيكال برزنتيشن الوقفه، طريقه الحديث. عملنا كثير صفوف من قبل بس هيدا الصف لاول مره بحس انه ما حابه ابدا الوقت ينتهي. حاعطيكم 40 ثانيه لتحضروا، بدكم تطلعوا هون تحكوا لدقيقه و20 ثانيه لا اكثر ولا اقل. اول شيء بدكم تعرفوا عن حالكم، ثاني شيء بدكم تقولوا شو الدور اللي انتم عم تلعبوه بالحياه، بعدين حتقولوا شو التحديات اللي عم تواجهوها بهالدور، واخر شيء اللي هو اهم جزء، ليش العالم كله بدها تجتمع لتساعدكم بهدفكم. نبهني اليوم مجد على شغله انه دائما لازم احط براسي انه ليش هالعالم مضطره تساعدني او ليش العالم مضطره تحضرني، فهي نقطه كثير مهمه للواحد خليها بباله لليتر اون. انا ساره يوسف، سعوديه من اصول فلسطينيه. دوري بالحياة إنه أكون كدور الأم والأخت والصديقة للعالم والحبيبة اللي محتاج نصيحة للعالم كله. الصف مع مجد فادني كتير، لأن أنا يوتيوبر وإنفلونسر، أخذت منه كتير أشياء إنه كيف أطلع الكلام من صميم حتى يوصل الرسالة للعالم، حتى يقتنعوا باللي أنا بقدمه، يفهموني أكتر. أنا لما توجهت للعالم ما طلبت منهم شيء، صرت أعطيهم بلا ما يعطوني. فإذا اليوم بدكم تساعدوني لأنه أنا بلشت معكم ومديت لكم إيدي، صار وقت أنتم تمدوا لي إيدكم.
ماريلين كثير عندها قدرة لأنه تقدم نفسها وكثير بتمتلك الشخصية الكاريزمية وقوة الإلقاء وقفتها ظريفة عن المسرح. أهم شيء عملناه اليوم هو قدرنا نتقرب شوي لشخصيتهم، لأنه أهم شيء من ناحية الإلقاء هو إنه نحن واحد يتعرف على شو قدراته، شو الأشياء اللي بتميزه عن غيره، وشو الأشياء اللي بتعمله هو. حبينا ان احنا نغير جو بقى، نخرج من الاسترس اللي احنا فيه، فلعبنا مع بعض لعبه كده اللي هي اسئله واجوبه. اذا واحد اعطاك مبلغ مليون دولار لفسخ علاقتك بالشريك، هل تقبل؟ خليك صريح، خليك صريح، لا تخاف. اتجوز أربعة فيهم. صح، هو المفروض أقدر أتجوز أربعة بس نو. ما هو أسوأ كلام وجه لك ولا يمكنك نسيانه؟ حدا قال لي أنت كثير بتحبي حالك وأنانية. لما حدا بيقول لشخص أناني إنه معناته هو ما مقدر ولا شيء أنت عامل له إياه بحياتك، فمشانك تنجرح أنت. اقرأ بصوت عالي. على أصدقائك أن يلتقطون أبشع صورة لك وعليك أن تضعها في السوشيال ميديا. هل تفضل العيش بدون إنترنت أو بدون مكيف وأداة تدفئة؟ كلها أقدر أستغنى عنها بس الإنترنت ما أقدر أستغنى عنها. من أكثر شخص تحبوه من بين المشتركين؟ طب انا ينفع اختار اكتر من شخص؟ انا بس طبعا ان انا والله كل واحد فيكم ليه معزه خاصه في قلبي، بس هم قالوا لي اختار شخص واحد بس. ساره. الله. انا بحب كل المتسابقين بس بحس ان ساره اطيبهم، اكتر حد فيهم روحه جميله. هل تغمض عينيك خلال مشهد من فيلم رعب؟ اكره شيء بحياتي افلام الرعب، فمستحيل اشوف اصلا يعني رعب. من هو اقل شخص تحبه من بين المشتركين ولماذا؟ ليش؟ لا بشرفكم هذا السؤال. سكيب سكيب ما يصير سكيب. اوكي، اقل شخص احبه، اقل شخص اعرفه، انا احبكم كلكم يعني حبيبي. من هو الشخص الذي تعتبره كمثلك الاعلى من بين الموجودين؟ اكيد 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 ماريلين توتونجيان. من هو باعتقادك اكثر شخص من بين الموجودين يقوم بترويج الاشاعات؟ جاوبي، طلع اللي في قلبك. عبد الرحمن. جنان عرفتني انا ما راح ازعل منها، عشان هيك قالت اسمي، ممكن حدا تاني يزعل منها. من تتمنى ان يخرج من البرنامج؟ مش شيء اكثر شخص منحبوش، مي اكثر منافس. انا منافسه. راشد. نور اليوم قالت لي كلمه وكنت انا محتاج احد يقول لي الكلمه هذه، قالت لي انه تتمنى انه انا اطلع من البرنامج. بالعكس كذا انا حسيت انه في منافسه. ما هي الرغبه التي تندم عليها؟ انا عارفها الرغبه دي بندم عليها وما بندم عليها بنفس الوقت. طموحي انه دائما بدي احقق شيء اكثر. يا الهي.